مرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصتكم باش نطيبوا اليوم. دائما كما عودتكم وصفات اللي تحبوهم نتوما واللي تطلبوهم مني باش نحضرهم لكم. جبت لكم وصفتين، وصفة أولى عبارة على غراتان بالروز، أما الوصفة رقم 2 جبت لكم واحد الكاطو ساك مليح للقهوة تاع العشية كما طلبتوا مني وصفات تاع لي كاطو ساك. إذا ما عليكم غير تقعدوا معايا طيلة هذا البرنامج ونشوفوا مع بعض المقادير. إذا مقادير غراتان تاع الروز هي وصفة يعني من المشرق العربي، معروفين فيها في لبنان، معروفين فيها في السعودية، يعني هما يعني الأماكن اللي يحبوا بزاف الأرز، ويعني يديروا عدة أطباق تاع الروز. من بين هذه الأطباق هو غراتان تاع الروز، خفيف ما يكلفش بزاف وكذلك صحي. اذا بالنسبه للمقادير عندي هنايا حوالي كيلة تاع ارز بسمتي، انت ديري سيدتي على حساب واش عندك، كيما يقولوا على حساب لو نومبر تاع لي بيرسون اللي عندك في الدار، ولا على حساب لو نومبر تاع افراد العائله. فوالا عندي هنايا روز بسمتي كيلة، حوالي هنايا 100 غرام تاع لافيوندا شي بلوند بولي ولا بولي هاشي ولا واش حبيتي سيدتي. عندي هنا بصله مقطعه بهذا الشكل، عندي جبن مبشور، عندي هنا كذلك باذنجان مقطع شرائح وقليته ديجا. عندي بالنسبه للتوابل كاين هنايا زنجبيل، كركم، شويه تاع الثوم، وعندي فلفل كحل، وما ننساش الملح والزبده باش نحمس لهاد الخليط ديالي. اذا نشوفوا مع بعض طريقه التحضير. اذا قبل ما نبدا يعني بتحضير الرز تاعي، عفوا حنشعل، نبدا نوجد المرق، عفوا يعني التحماس اللي راح نديرو في هذا الرز ديالي. اولا بيان سور راح نبدا بشويه تاع الزبده، هنا كاين اللي تحب دير كميه ثانيه تاع الزيت، زيت المائده لك الاختيار سيدتي. ندير ملعقه صغيره فقط باش تجيني يعني الرز تاعي، كاين اللي يحب الرز تاعو يجي شويه كيما يقولوا فيه شويه ليدام، ليدام ماشي لوسونس تاع انه يغرق في ليدام، وانما الحبات تاعو يجوا زيتين. فوالا نذوب الزبده تاعي كمرحله اولى. دائما كيما وصيتكم الحاجه الاولى نبداو بها هو ان لازم نطيبوا اللحم المفروم تاعنا جيدا، باش اذا كانت فيه بكتيريا ولا راح تموت. اذا لازم نطيب اللحم المفروم تاعي جيدا. هذه بالنسبه للحم تاعي، نبدا نحمس في اللحم ديالي، هذه كمرحله اولى. المرحله رقم 2 نروح نشعل الفرن تاعي. فوالا راح ندير كميه تاع الزبده هنا، راهو يتحمس الدجاج باش نوجد هذاك الرز ديالي. طريقه يعني تاع تحضير الرز طريقه سهله، نخلي لو كان نخدم من جهتين نحمس الرز وممطوراني نخدم، عفوا اللحم تاعي وممطوراني نحمس في الرز. اللحم تاعي لازم نحمسو جيدا. هنا واش ندير الروز تاعي، راح كنت غسلتو وقطرتو، راح نحمسو كذلك لانه بنفس الكيله راح نكيل الروز، ولا دوك نوريك الطريقه كيفاش الا ما حبيتيش تكيلي نعطيك طريقه اخرى سيدات. فوالا نحمس اللحم تاعي جيدا بهذا الشكل. فوالا نبدا نحمس كذلك في الرز ديالي، حنضيف الملح في الرز لازم. فوالا نضيف كمية تاع كركم، كمية قليلة فقط، شوية زنجبيل، شوية فلفل كحل. بهذا الشكل شوفوا، نحمس كامل الرز ديالنا.
هنا بعد ما حمص لي اللحم جيدا راح نضيف عليه البصل تاعي. اذا نحمص البصل ديالي، نضيف لي ديبي زنجبيل، كركم عفوا، وفلفل كحل مع شويه تاع الثوم. شوفوني انا نحب بزاف نطيب بالكركم مع الزنجبيل لانه صحي بزاف، مليح لعمليه الهضم وعنده فوائد كبيره. اذا حاولي سيدتي انك ترافقيه مع اطباق. اذا شوفوا فقط الرز تاعي واش راح ندير، راح نمرق عليه بهذا الشكل. هنا نشوف فقط هنا بالملعقه، نظن نزيد شويه فوالا. والبسمتي ما تخافيش سيدتي انه يوجد هنا جوست، ما راح يبدا يغلالي راح نقص عليه ابتيتي. نعاودو نرجعو للحم هذا تاعنا، نخليه يتحمس في غربو، ومن بعد نشوفو الطريقه كيفاش راحين نحضروه. فوالا نخلي كلش يطيب في غربو، فقط انا نديرلو شويه ما سخون. فوالا هكذا احسن، ماذا بيا يكون عندي شويه تاع الماء في الرز ديالي باش ما يجينيش ناشف. الكغاتان تاعي باش ما يجيش ناشف احسن انه شويه تاع الماء. هذه بالنسبه للارز تاعنا كيما كتشوفي سيداتي، يعني درت له لي زيبي استمعوا الثوم، قعد لي هنايا الباذنجان والشيدر. نشوفوا بعد لو مونطاج تاعو كيفاش راح يكون. مباشره راح نشوفوا الوصفه تاع اليوم واللي هي ان غاتو ساك بنوات كوكو وشوكولا. اذا شوفي فقط معايا كيفاش راح تكون، نديروا المقادير تاعنا وطريقه التحضير. نجيب ان ريسيبيون لهنا ونبدا بطريقه نشوفوا المقادير. او اولا اذا بالنسبه للمقادير، عندي هنايا زوج حبات تاع البيض، عندي هنايا كاس غير ربع تاع الزيت تاع السكر عفوا، كاس غير ربع تاع الزيت، وعندي نص كاس تاع حليب، عندي هنا حوالي 100 غرام تاع نواد كوكو، عندي لا ليفور شيميك، مغرفه كبيره تاع الكاكاو، لافاني والفارينه مع قرصه ملح باش نحضر لي غاتو تاعي. اذا نجيب الفارينه تاعي ونبدا نخدمو مع بعض. هنا تقدري تستعملي عفوا تستعملوا الباتور. نجيب برك الباتور ديالي، نشوفوا مع بعض طريقه التحضير. طريقه التحضير جد سهله، ان غاتو يعني فاسيل رياليزي، سهل خفيف، خاصه مليح مع غاتو تاع هكا قهوه تاع العشيه، وكذلك يخرج لك كميه كبيره. اذا عندي هنايا لافاني، دائما الكاكاو نعودو نضيفوه في الاول باش يطلق اللون تاعو، ونزيدو قرصه ملح فقط. هنايا ما درتش الملح في الفن، ما درتش الملح في اللحم تاعي، راني نشوف انه الريحه ما كاش. السبب هو انه الملح، الملح يخرج الريحه هذيك تاع اللحم، ويعني على بها يقول لك يعني الملح عنده فوائد كبيره. هنا الرز تاعي بدا يغلى، راح ننقص له ابتيفو ونخليه، نخلي اللحم تاعي. نعاودو نرجعو لهنا، درت زوج بيضات، درت كاس غير ربع تاع السكر، ملعقه كبيره تاع الكاكاو، درت كذلك قرصه تاع الملح ولافاني. نبدا نضرب بالباتور، بسم الله.
نضيف كاس غير ربع تاعي تاع الزيت بهذا الشكل. نضيف الحليب تاعي، نص كاس تاعي تاع الحليب. شويه نواه كوكو لان شويه نخليه فوالا. هاوليك لو غاتو تاعنا كيفاش الطريقه تاعو، يعني ما تاخذتليش ميم با 5 دقائق. نعاودو المقادير، قلنا 3 حبات، 2 حبات تاع البيض، كاس غير ربع تاع السكر، كاس غير ربع تاع الزيت، نص كاس تاع حليب، باكي تاع لا ليفور شيميك، 2 ملاعق تاع الكاكاو، عفوا ملعقه كبيره تاع كاكاو لا فاني، وباكي تاع لا ليفور شيميك، واني درت نواط كوكو في الاخر. هنا نبدا نضيف الفرينة تاعي بالتدريج حتى نتحصل على عجينة طرية. فوالا بسم الله. مع الأول دايما نستعمل الملعقة بهذا الشكل. فوالا فوالا نضيف الفارينة لأن العجينة تاعي مازال خاصة فارينة، لازم نتحصل على عجينة متماسكة، هنقاطو يكون شاد روحو، جو هنقاطو صابلي. فوالا هنا لازم نستعمل يديا، نتمنى أنو هذا القاطو تجربوه سيداتي. هذا هو الشكل تاع القاطو تاعي، نتحصل على عجينة متماسكة. هنا نحب نحشيها بالشوكولا، تجيني روعة كذلك. شوفوا يعني ما فيش مقادير بزاف، غير بالزيت. الشكل النهائي تاعو تشوفوه يجي روعة. نحي كامل هذا العجين. هاوليك الشكل النهائي تاع لو غاتو تاعنا، الشكل النهائي تاعو ان غاتو صابلي، عفوا العجينه تكون كوم صابلي. فوالا شوفي هاو الشكل النهائي تاع العجينه تاعي، شوفوا لازم تكون متماسكه، تكون بهذا الشكل. دوك نبداو لو فاصوناج تاعنا، نحي فقط هذه منهم. هلا غسلت يدي، دوكا نجيب السنيوة تاعي ونبدا نخدم. السنيوة وجدتها هنا، نجيب بابي كويسون، تقدري ما تحطيش لو بابي كويسون، تخدمي يعني مباشرة فوق السنيوة ديالك. عفوا ندير ورق الطهي
نبدا نخدم. فوالا انا نكمل يعني نشوفوا كيفاش راح نكوروا هاد لي بولات، يعني نوريكم فقط حبه حالي انه راح نزينها من بعدها بالشوكولا، ويكون فقط حبيبه هكذا. شوفوا الشكل تاعها، ديروا حبه رقم واحد. انا تحبي تحشيهم بالشوكولاتة لك الاختيار، ونقدروا كذلك نزينوهم بالشوكولا لو كاري دور. فوالا شوفوا الشكل تاعها. انا نكمل نفاصوني هاد لي بولات، ندو فاصل ونعاودو نرجعو لكم فاش نشوفو الوصفة رقم 2 كيفاش راح نكملو التحضير ديالها. اذا اعزائي المشاهدين لحقنا نهايه العدد تاع اليوم، اطباقنا راهم واجدين. كيما راكم تشوفوا الطبق الاول اللي عباره على روز في الكراتان تاع الروز في الكوشه، ولا روز في الكوشه، والكاطو تاع نهار اليوم حبيت فقط نقطع لكم باش تشوفوا الشكل النهائي تاع الروز ديالي. شوفوا هو يجي يعني متوازن. فوالا نرفد برك هكذا، شوفوا الشكل تاعو. فوالا الريحة واش نحكي لكم، راهي ما شاء الله. هنا تحبي عندك كمية كبيرة تاع الفخوماج سيدتي، ما عليك غير تكثري يعني ديما لانتي وعلى حساب امكانياتك. لو كاطو تاع نهار اليوم شوفوا الشكل تاعو الجميل كيفاش جا، نوريكم فقط حبة لداخل، جا اونديغي يعني جا خفيف وجا طري. شوفوا مع قهوة حليب هدايا ما تشبعيش، ديروا فقط شوكولا الى حبيتي في لي بوردور في كوتي. اذا اعزائي المشاهدين ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، يحمينا ربي ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في عدد جديد من حصتكم واش نطيبوا اليوم. سلام.